فقت. هي خرجت؟ معرفش راحت فين بس خرجت. ما كانش ليك حق تعمل اللي عملته ده يا سمير. يعني كان ليها حق تعمل كده؟ كل ده على ايه؟ دول هما كاسين. ما انت عارف امك. وبعدين هي معذورة، انت ما شفتش شكلك كان عامل ازاي؟ انت جرالك ايه يا واد؟ ده انت كنت بتبقى مرعوب منها لا تشم ريحتك من النفسين اللي بتاخدهم من السيجارة كل فين وفين. ترجع لها بتتطوح كده؟ انا سكرت عشان دي اول مرة اشرب بعدين يعني. واخر مرة. الشرب ليه ناسه واحنا مش منها. انا اعمل اي حاجة واشرب اي حاجة يا شيرين، انت فاهمة؟ فاهمة. بس كده هتبقى دبور وزن على خراب عيشه يا فالح. امك ممكن تقفش عشان الشغلانه جايه من طرف محسن. بقتش فارقه بقى تقفش ولا ما تقفش، انا مش طول الوقت هعمل اللي على هواها هي، بعد كده هعمل اللي على هوايا انا. انا مش اقل منك يا شيرين. طبعا انت مش اقل مني، انت احسن مني يا عبيد، انت الراجل. امال ليه محسساني ان هي راجل البيت وانا عيل صغير؟ بلاش والنبي الكلام الاهبل ده. انت راجلي وراجل امك، راجل البيت. مش حقيقي. جلال هي راجل البيت. ولو في راجل من بعدها او في غيابها يبقى انت مش انا. ده انا بقيت بغير منك. اخصى عليك يا سمير. بتغير مني انا؟ أنا اللي المفروض أغير منك. المفروض الناس تغير مني عليك عشان أنت أحسن أخ في الدنيا، طيب وحنين وجدع. أنا أفشل خلق الله. تعرف يا واد يا سيمو، أنت لو مش أخويا كنت أتمنى إن أنت تبقى الموز بتاعي، لولا إن في ناس ممكن تقفش. ناس مين؟ آية مثلا. بقول لك إيه، البت واقعة على شوشتها، ولا أنت مش واخد بالك؟ واخد بالي إنها واقعة؟ وان انت كمان واقع. طب افرض يعني كلامك صح، المفروض اعمل ايه؟ انا ده اخري وانت عارفه. يعني انا صح وانت واقع؟ مش بس واقع، انا واقع على شوشتي. انا مش عارفه اعمل ايه. مالكش دعوه، شيرين هتتصرف. بجد يا شيري؟ ايوه بجد يا سيمو. طب يعني هتعملي ايه؟ خلاص يا واد، قلت لك مالكش دعوه. والله مش الو، ازيك يا ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ بقولك كنت عايزه اقابلك.